السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها نجاحات الشباب اليمنيين في دول المهجر، نجاحات علميه وعمليه سيكون محور نقاشنا في هذه الحلقه. على الدوام يثبت اليمنيون جدارتهم بالصدارة في حين تتهيأ الظروف، ووفقا لبعض التقارير فإنه يتواجد خارج اليمن أكثر من 30,000 شخص من حملة المؤهلات الجامعية والشهادات العليا، نصفهم تقريبا هاجروا خلال فترة الحرب. من حين لآخر تطالعنا وسائل الإعلام بخبر تكريم طالب أو باحث أو رائد أعمال يمني ونيل بعضهم المراتب العليا من التكريم والتقدير لإنجازاتهم العلمية والعملية. في سياق الامتياز تحضر أسماء يمنية ذات قيمة علمية عالمية، أبرزهم البروفيسور هلال الأشول الذي يعد من أهم الباحثين في علم الأعصاب، وتم تكريمه من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره واحدا من القيادات العالمية الشابة لإمكانياته العلمية الاستثنائية. وأيضا البروفيسور خالد نشوان المقيم في هنغاريا، مخترع جهاز توسيع الشرايين المتصلبة دون إجراء عملية أو تدخل جراحي، وقد حصل جهازه على براءة اختراع مع حق حماية الملكية الفكرية الدولية ونال به أكثر من 30 جائزة دولية. إضافة إليهما البروفيسور أيوب الحمادي المتخصص في الهندسة الكهربائية ونظم المعلومات العصبية في جامعة أوتفون جوريكا في ألمانيا، وغيرهم الكثير والكثير ممن لا يتسع المجال لذكرهم. من الشباب المهاجرين أو المبتعثين هناك من يثبت كفاءته العلمية ولا يكاد يمر فصل دراسي تقريبا إلا وتبرز أسماء يمنية تحصد أعلى المراتب العلمية في دول المهجر. في حلقتنا سنناقش أهمية ما يحققه اليمنيون في المهجر من نجاحات علمية وعملية في المجال الدراسي وريادة الأعمال وغيرها. إذن مشاهدينا للنقاش سيكون موضوع الحلقة أو لنقاش حول هذه الحلقة سيكون معنا المهندس محمد علي المزيقر، باحث دكتوراه يمني حصل على المرتبة الأولى كأفضل باحث شاب في مشاركته العلمية في أكاديمية روسيا للعلوم القسم السيبيري، كما حصل بحثه على المركز الثالث في مسابقة علمية نظمتها وزارة التعليم العالي الروسية في شبه جزيرة القرم. وسيكون معنا أيضا ضيفنا من هولندا رائد الأعمال شادي الحكيمي، ناشط في الشركات التكنولوجيا الناشئة، مؤسس شركة ألينزا تكنولوجيا تقوم بربط وتوظيف الممرضات المستقلات في المستشفيات ودور العجزة، حاصل على جوائز محلية ودولية منها جائزة أفكار الممولة من الأمم المتحدة وبراءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، وله بحوث علمية منشورة في مجالات متخصصة بالتكنولوجيا. إذن مشاهدينا سنبدأ النقاش وسنبدأ مع ضيفنا من روسيا السيد والمهندس محمد علي المزيقر. سيد محمد مساء الخير. مساء الخير أخي شادي. حياك الله باشمهندس. يعني نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن نجاحات كثيرة حققها شباب يمنيون في مراحل سابقة، وربما هناك في الفترة الأخيرة منذ بداية الحرب وحتى الآن أيضا وجدنا ذكر للكثير من الشباب والمتميزين اليمنيين في المجالات العلمية وريادة الأعمال. يعني لو تحدثنا أنت على المهندس محمد يعني عن تجربته في كشاب يمني في تحقيقه الكثير من النجاحات والإنجازات العلمية. أولا أخي شادي أشكركم على استضافتكم الكريمة. طبعا أنا اسمي محمد المزيقر، طالب دكتوراه بجامعة يومين الحكومية، أتيت إلى روسيا في عام 2010 مبتعثا عن طريق وزارة التعليم العالي اليمنية، وأنهيت دراسة تحضيري بامتياز والحمد لله. انتقلت بعدها إلى مدينة
مدينة كازان، وانهيت مرحلتي البكالوريوس والماجستير درجة امتياز مع مرتبتي الشرف في كلتا المرحلتين. وايضا خلال دراستي الجامعية كنت اشارك يعني في عديد المؤتمرات والبحوثات مع مشرفين كثيرين، سواء كان مرتبطة بموضوع البحث التخرج او غيره، يعني كان من باب الحب والشغف للعلم والتعلم. وحصلت على العديد من براءات الاختراع، وشاركت في العديد من المؤتمرات والعديد من المنتديات والندوات الخاصة في هذا الشيء. في نهاية الماجستير اشتركت في مسابقة خاصة بالطلاب الأجانب، وحصلت وفزت فيها طبعا المسابقة هذه، وتضمن لك المسابقة هذه الحصول على مقعد دكتوراه مجاني في جامعة تيومين الحكومية، والالتحاق المشرف يكون مشرف يعني على مستوى عالمي، نلتحق بالمشرف الفيدرالي ناتاليا نتولف، مشرفه على مستوى عالمي، اشتغلت سنوات في بريطانيا، اشتغلت كباحث علمي كبير في شركه سامسونج. اشتركت في بحوثات عديده في الدكتوراه، ومن اهمها كان بحث مشاركه في مؤتمر تبع اكاديميه العلوم الروسيه القسم السيبيري، وحصلت على تكريم افضل شاب باحث. وايضا كما ذكرت اخي شاركت في مسابقه المهندسين التي تنظمها وزاره التعليم العالي الروسيه، وحصلنا على المرتبه الثالثه، وايضا حصلت على كاس المهندسين مع بعض الشباب من جامعات اخرى كافضل مجموعه تعليميه. لدينا الكثير من المقالات، منها واهمها يعني منشوره في مجلات علميه محكمه اجنبيه مثل مجله المعهد الأمريكي التطبيقي، وأيضا مجلة فرنسية متخصصة في علوم عملية تنظيم الجزيئات، ومشاركات منها في الصين، وأيضا قادمة إن شاء الله في فرنسا. وهذا شيء بسيط يعني من باشمهندس بحوثاتنا الكثيرة وغيرها اللي نشرت باللغة الإنجليزية وباللغة الروسية. رائع. باشمهندس فقط لو استوقفتك هنا يعني قبل أن نغوص بالحديث عن الباشمهندس محمد ما بعد الهجرة، لو تحدثنا عن محمد ما قبل أن يهاجر اليمن يعني أو يترك اليمن، ما هو كيف كان الوضع التعليمي في اليمن بالنسبة لمحمد، و ما يعني كيف كان مستواه قبل مغادرة اليمن؟ والله درسنا بمنطقة حجة الشاهل، وحصلت على المرتبة الأولى من الصف الأول إلى التخرج من المرحلة الثانوية. في المرحلة الثانوية حصلت على نسبة 91.37، ولذلك أهلتني النسبة هذه لكي أحصل على منحة من المنح المحافظات الموجودة والتي عن طريقها تم ابتعاثي إلى روسيا الاتحادية. نعم، طيب إذن سأعود إليك سيد محمد وسنتحدث بتفاصيل كثيرة، ولكن سأذهب الآن لضيفي الآخر المهندس أو رائد الأعمال شادي الحكيمي، ولكن قبل البدء سأعيد يعني نبذة مختصرة عن شادي الحكيمي. شادي هو يعني حسب هو حاصل أو ناشط في الشركات التكنولوجية الناشئة، ومؤسس لشركة الينزا التكنولوجية تقوم بربط وتوظيف الممرضات المستقلات في المستشفيات ودور العجزة في هولندا، وحاصل على جوائز محلية ودولية منها جائزة أفكار الممولة من الأمم المتحدة وبراءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، وله بحوث علمية منشورة في مجالات متخصصة بالتكنولوجيا. إذن نذهب الآن لضيفنا شادي باشمهندس، وأسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك أخي شادي. حياك الله شادي. اليوم يعني طبعا هذه المشاركة ليست الأولى لك، ربما كان لك مشاركة معنا قبل ما يقارب نصف عام، يعني كانت مشاركة حول وضع الطالب اليمني على ما أظن في الخارج. عموما أهلا بك ونورتنا من جديد، واليوم يعني لا نتحدث بالعموم ولكن نتحدث عن شادي. يعني لو
نعرف الناس من هو شاذي الحكيمي. أولا أنا سعيد فعلا على أنني معكم اليوم أيضا، وكانت المداخلة السابقة أيضا جميلة. شادي هو شاب يمني مثل أي شاب، درست الثانوية في مدارس حكومية، ثم درست الجامعة في جامعة صنعاء، درست علوم حاسب، وهو تخصصت في علم الشبكات وأمنية المعلومات. وكان لدي حلم، يعني مثل أي شاب آخر، أعتقد أن كل الشباب اليمني لديهم أحلام، أن أكون رائد أعمال أو أن أكون صاحب البزنس الخاص بي. عرفت أن يعني علوم الحاسب لوحدها لن تكفي لأن تؤهلني لافتتاح مشروعي الخاص، فلذلك درست أيضا بكالوريوس آخر في جامعة الملكة أروى، بكالوريوس محاسبة مالية، زودتني بالمعرفة التجارية اللازمة لفتح مشروعي الخاص. أعتقد يعني واجهت صعوبات جدا كثيرة، خصوصا أني أتي من عائلة كلها موظفين، موظفين حكومة، فريادة الأعمال ليست جزء من العائلة، فكان خروجي عن يعني العرف السائد في العائلة صعوبة كبيرة. كافحت أعتقد مثل ما كافح كثير من الشباب اليمني ولا زال يكافح للحصول على فرصة، وأعتقد أن كل الشباب اليمني يعني يحتاج فرصة أو ينقصه الفرصة فقط لا غير، لأن المهارات متوفرة لديهم وهم يعني شباب مؤهل، أنا أعتقد ولديهم الدافع لخلق مستقبل أفضل يعني. رائع، لكن يعني كما أعرف أنه يعني شادي ترك اليمن بعد الأحداث تقريبا أو في بداية الأحداث، لا أعرف ما مدى دقة هذا، ولكن يعني لو أتينا بالحديث شادي قبل أن يغادر اليمن، كيف كان الوضع بالنسبة له ووضع التعليم والوضع بشكل عام؟ أنا عايشت الحرب 8 أشهر، يعني كان لدي إصرار أني أستمر حتى مع معاناة الحرب، ولكن في الحقيقة صعب جدا أن تنشئ شركة ناشئة في وضع اقتصادي، في وضع اقتصاد الحرب. فعلا اضطريت بعد 8 أشهر من الحرب، اضطريت أني أغادر اليمن، وكان أصعب قرار اتخذته في حياتي. يعني أنا قبل السفر هذا كنت أسافر، يعني كان لدي مكتبي الخاص في اليمن، أسست أول شركة لدي في شركة تاكس التي فازت بجائزة أفكار واحد، وفازت بعدة جوائز دولية وحكومية، وحصلت التكنولوجيا التي طورناها في اليمن اختراع، ونشرنا أبحاث علمية في مجلة من اليمن من الفريق اللي كان شغال معي في الفريقية. ولكن صعوبة الحصول على استثمار أدت إلى إنهاء الشركة في وقت قصير، يعني نسبيا مقارنة الشركات. اضطريت إني أسافر، وكان فعلا أصعب قرار، ولكن هذه هي الظروف. نعم. طيب شادي، يعني في مسألة التطبيق الذي يعني ربما أنا مندهش منه بشكل كبير، يعني هي فكرة ربما فريدة نوعا ما في مسألة أنه تأمين الممرضات للعجزة، وصار يعني المسألة تنسق عبر تطبيق، بالتالي هل يمكن القول أن هذا المنجز الذي حققه شادي يعتبر شيء حصري على مستوى هولندا؟
أنا الشركة التي افتتحتها في اليمن كانت تقدم خدمة مختلفة تماما عن إيلانزا وهي الشركة الحالية، نعم ولكن كرائد أعمال أنت لابد أن تجد الفجوة الموجودة في سوق العمل. الفكرة التي كانت سوف تنجح في اليمن لم توائم مباشرة السوق الهولندية، فاضطريت أني أبحث عن فكرة أخرى وهي فكرة ربط الممرضات بدور العجز أو المستشفيات. هذه مشكلة تعاني منها ليست هولندا ولكن أوروبا بشكل عام، وهي أن الفئة السكانية الأكبر هم الكبار بالسن، جميل. وتكلفة الحصول على رعاية صحية ازدياد. الشباب المتواجدين في القطاع الصحي الضغط العمل عليهم أداهم يتحولوا إلى مستقلين، ممرضات وممرضين مستقلين، حتى يعملوا مع أكبر قدر من المستشفيات. وقد أستطيع أن أوفر بيئة أفضل لربهم، لهؤلاء الممرضين والممرضات المستقلين، مستشفيات ودور العجز باستخدام التكنولوجيا، وهي المجال الذي أبرع فيه. التكنولوجيا كانت ولا زالت هي أحد نقاط قوة. فالحمد لله حصلنا على أفضل استثمار في هولندا، ولكن أعتقد أن هذه الشركة سوف يكون إن لم يكن عالمي مستقبل أوروبي على الأقل. رائع. إذا شادي سأعود إليك مرة أخرى، ولكن هناك كما يبدو مشكلة في الصوت، أتمنى من الشباب معالجتها. ريثما أعود لشادي مرة أخرى، وأذهب الآن لضيفنا من روسيا المهندس محمد علي المزيقر. سيد محمد، يعني حدثتنا في بداية الأمر عن أنك تمتلك براءة اختراع، لو تضعنا في صورة عامة عن هذا أو عن هذه الجزئية. براءة الاختراع في روسيا تنقسم لعدة أقسام، منها براءة اختراع تطوير نماذج صناعية أو نماذج معملية موجودة، وكان عملنا بشكل أكبر على نماذج معملية لأدوات متخصصة ميكانيكية أو أعمدة كهربائية. كان تخصصي الأول اللي هو البكالوريوس والماجستير مرتبط بالهندسة الكهربائية ضغط عالي، أو وأيضا في مجال طاقة الرياح عن طريق ربط عدة أعمدة لطاقة الرياح بتكون بمولد واحد. هذه بتطوير نماذج موجودة روسية بس بحيث تكون أكثر فعالية. اشتغلت مع البروفيسور ماركن وحصلنا على نتائج كويسة، وتم تعميدها وتم حصولنا على باب ما يسمى براءة اختراع على تحسين نموذج فعلي موجود. وطبعا هذه كانت البحوثات في أول سنة، في أول 3 سنوات في البكالوريوس، يعني حتى ما كان متعمق التخصص بشكل كبير. جميل. طيب، يعني بالنسبة لي ما حقق ما بعد هذا الإنجاز، يعني ما الذي حققه محمد ما بعد الذي أو هذه براءة الاختراع هذه التي حدثت في ال3 سنين الأولى؟ والله الإنجازات يعني الأهم والكبيرة التي حدثت في حياتي الآن إنه حصلت على مرتبة الأول في مجموعتي في البكالوريوس وحصلت على الامتياز، وأيضا الآن في مرحلة الدكتوراه أشارك مع مشرف يعني على مستوى كبير، وأيضا أشتغل يعني زي ما أقول لك أجري أبحاثي في معمل مجهز بمعدات عالمية برغم أنه موجود في سيبيريا، بحيث توفرت لي فرصة كطالب يمني في روسيا أجري أبحاثي وأنشر مقالاتي وأطور نفسي كباحث مستقبلي، بحيث أقدر أتجه يعني بعدين لليمن وأنفعها ويكون في تصور وفعالية أكبر. رائع. أضيف إلى ذلك بعض الصعوبات اللي بتواجهنا مثل برغم التخصص
ما يعني يا محمد افهم منك ان حلم العوده موجود، يعني لانه في كثير من الكوادر او الاشخاص الذين يغادرون البلد يعني يجدون مع سوء الاوضاع او ان الوضع المعقد للغايه الذي يعني قتل الامل لدى الكثيرين، يعني مساله العوده ينظرون اليها صعبه، لكن اسمع من حديثك انك يعني تنتظر يعني بفارغ الصبر العوده. نعم، الآن يعني حلمي الأكبر الحصول على درجة الدكتوراه، وإن شاء الله بفضل من الله وتوفيقي وبدعاء الوالدين والعمل والجد المتواصل خلال 3 سنوات القادمة سوف نحصل عليها إن شاء الله، وبعدها أكيد أني متجه لليمن لكي نبني وطننا، لكي ننقل العلم وال رائع ونجزي وطننا ونفديه بأرواحنا، بحيث الأشياء التي تم إنجازها يكون لها نوع من أنواع الفائدة والفضل وأثر على واقعنا اليمني. إذن وضحت الفكرة، يبقى معي محمد، أذهب للقاهرة معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله باكدادا نائب وزير الثقافة. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. اهلا بك استاذ عبد الله، يعني نتحدث اليوم عن انجازات الشباب اليمني في المهجر، هذه الانجازات التي ربما ايضا في فتره ما بعد الحرب نسمع عنها كثيرا، نسمع عن طلاب وشباب يمنيين برزوا في مجالات علميه متعدده وايضا في رياده الاعمال، ونتساءل هنا يعني ما الذي يعنيه لكم انتم كجهه مسؤوله كحكومة يمنية نجاحات الشباب اليمنيين في المهجر خصوصا فيما يتعلق بالمجال التعليمي والدراسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أنا أهنئكم على تناولكم لهذا الموضوع، لأننا لربما تعبنا كثيرا من الإحباطات والأخبار يعني التي تتكلم عن مساوئ الحياة في وقتنا الراهن والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب اليمن. بطبيعة الحال يعني كما يقال رب ضارة نافعة، الكثير من الشباب استطاع الخروج خارج إطار اليمن، ونحن نعرف أن الواقع في كثير من البلدان قد سبق اليمن من حيث يعني الواقع الاجتماعي والواقع العلمي، وهذا يعطي فرصة للانفتاح على العلم والتعليم. لربما البرنامج تناول الإنجازات العلمية، وأنا تابعت الشباب الذين عملتم معهم اللقاءات وهذه تعتبر إنجازات جميلة، ولكن هناك إنجازات طبعا لربما أنا من حيث وجودي في القاهرة لمستها يعني ملمس اليد ورأيتها مرأى العين. كثير من الشباب الذين بالفعل أنا حضرت كثير من الأطروحات لنيل الدكتوراه، وكثرهم يعني كل الذي حضرتهم تحصلوا على درجة الامتياز، ربما آخرهم كان هاني السلوي الذي أيضا تحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف. ولكن هناك أيضا إنجازات أخرى حقيقة لمسناها نحن من خلال حضورنا في الواقع الثقافي ومن خلال عملنا أيضا الثقافي، لعل يعني آخرها كان حصول رتفان المحمدي على جائزة وهو فنان تشكيلي وكذا، وسام العنزي، بالإضافة إلى مشاركة المهرجانات هنا من الدارسين في مجال الموسيقى وفي مجال الإنشاد. يعني تخيل من 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 13 دولة يعني 7 جوائز الدرجة الأولى تتحصل عليها اليمن من الشباب، وهذه كانت مساهمة من وزارة الشباب المصرية. وحقيقة هؤلاء معظمهم لربما جاءوا على حسابهم خاص في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مؤسسات الدولة، ونحن لا نعول على مؤسسات الدولة كثيرا رغم أنه أيضا هذه الوزارات هي
حتى لا نظلمها هي. استاذ عبد الله، على من يمكن ان يعول يعني طالما يعني لا يعول حاليا على الدوله؟ انت تفهم الدوله اليوم تشتغل عن بعد يعني بدرجة أساسية، ولا تتكئ على موازنات ثابتة. والمرحلة في ظل حروب، ولو ما اتجه كثير من الشباب إلى الميادين، وقليل منهم من اتجه إلى مجال العلم. ولكني أنا أشاهد هنا في القاهرة التي لن أبالغ إذا قلت أنه من أكبر الجاليات اليمنية الموجودة، طبعا معظم الدعم الذي يقدم يعني لا يكاد أن يذكر حقيقة، حتى لا نقول أنه نقدم ونقدم ونقدم، ولكن هناك أحيانا يكون دعم معنوي، أو هناك يكون دعم على المستوى المحدود. ولكن في نفس الوقت هذه المعاناة لدى الشباب اللي ربما كانت حافز لهم في أنهم بالضبط. ولكن حتى أستاذ عبد الله، بعيدا عن الدعم المادي وما طرحته أنت، صحيح يعني الدولة والحكومة تعمل في الخارج وفي ظل عدم وجود موازنات ثابتة، ولكن لو أتينا بالحديث حتى عن الدعم المعنوي، نجد سفارات منتشرة على مستوى العالم، طلاب في بعض الدول يحققون إنجازات علمية ولها أثر على مستوى البلد التي يتواجدون فيها، ولا يجدون حتى التكريم في بعض الدول. يعني والله أنا لا أخذها بهذه بهذا الشكل. نحن مثلا هنا يعني حضرنا، أنا شخصيا أحضر فعاليات كثيرة يعني يقيمها الشباب، وكنا قد كرمنا أيضا هنا عدة مسرحية يعني الشباب شاركوا فيها من اللي كانوا موجودين، وحققت نجاح كبير حقيقة، وقمنا بتكريمهم. وأيضا سعادة سفير رياض العكبري أيضا استدعى المجموعة كاملة وعمل على تكريمهم. أيضا نحتفي بهم دائما، نشجعهم، نحضر معهم على يعني قلة الإمكانيات، وهذه مشكلة كنا نتحدث عنها أيام السلم، قلة الإمكانيات، فما بالك اليوم في ظل هذه الحرب. ولكن يعني المستطاع يقدم، المستطاع يقدم، يعني لا نلغي الأمور حتى لا نضرب أحد. يعني نعم، هو أستاذ عبد الله يعني هناك في الوضع في القاهرة يختلف عن الكثير من البلدان، يعني هناك اهتمام خاص وربما منكم شخصيا في موضوع الطلاب والمبدعون والمتميزون في القاهرة، ولكن في دول أخرى الوضع يختلف تماما. أيضا أستاذ عبد الله، نجد أيضا عند بعض أو كثير من الشباب المتميزين يعني شغف وحافز للعودة، وأيضا خدمة البلد وتقديم كل ما استفادوا منه لبلدهم، وبالتالي الوضع والواقع لا يساعد. يعني ما التوصيات و يعني ما الأمر برأيك؟ والله أولا هؤلاء الشباب هم يخلقوا في أنفسنا نحن شيء من التفاؤل عندما تستقر الأوضاع، وإن شاء الله تستقر قريبا في اليمن، أن هناك كفاءات وإمكانيات يمكن أن تنقل تجاربها لكي تساهم في تغيير كثير من السلوكيات مع الأسف التي طرأت في فترة الحرب. ونحن نعرف يعني أن الإعمار على صعوبته لكن يمكن إعادة بنائه، ولكن النفوس التي توحشت وتنمرت تحتاج إلى وقت كبير في إعادة حالة التوازن إلى السلوك الاجتماعي على مستوى اليمن عموما. ولكن أيضا كثير من الناس اللي خرجت والتي قدمت إنجازات يمكن أن نعول عليها في أن تعود، وهناك كفاءات أيضا، وهناك ناس لم يتغيروا في الداخل حقيقة يمكن أن يمثلوا إضاءة على أقل تقدير يعني بالمستقبل. وأنا أعتقد أنه الواقع يحتاج الكثير والكثير لكي يعود إلى التوازن. جميل، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله باكتاد نائب وزير الثقافة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي من هولندا رائد الأعمال شادي الحكيمي. شادي، هل تسمعني جيدا الآن؟ يعني ربما كان هناك مشكلة بسيطة في الصوت قبل قليل. نعم
نعم أسمعك أخي شادي. نعم إذن الآن الصوت جيد. جيد الصوت الآن. شادي كنت أنت قد تحدثت في بداية المداخلة بأن أو أنك عشت فترة ما يقارب 8 أشهر فترة الحرب، وبالتالي غادرت البلد وحققت ما حققته من إنجازات. يعني هناك يعني ربما الكثير من الشباب الذين يعني لديهم الحلم ولديهم الشغف وما زالوا يعانون أوضاع الحرب في بلدنا، يعني كيف تنظر إلى الواقع؟ والله أنا دائما أتفائل بالله خيرا، أن المستقبل يحمل الأفضل، ولكن قراءة للمعطيات المتوافرة حاليا من أخبار، هناك العديد من الشباب الذي يريد أيضا أن يصنع تغيير في اليمن ولم يختر خيار المغادرة، ولكن كما تفضلتم ينقصهم الدعم. كثير من أصدقائي الذي لا زالوا في اليمن لا زالوا ينقصهم الدعم. نسمع كثيرا عن هذا الدعم ولكننا لم نراه على أرض الواقع. حتى وأنا في اليمن أتذكر أني قبل الحرب أسمع أيضا عن هذا الدعم ولكن لم أراه على أرض الواقع. حقيقة الجهة الوحيدة التي دعمتني عندما كنت في اليمن هي الأمم المتحدة، جهة خارجية يعني لا 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 علاقة لها بالدولة ولا. بالضبط. طيب شادي يعني أيضا يعني هناك أتمنى أن يكون هناك شفافية. نعم يعني قاطعتك هنا ولكن يعني هي نقطة مهمة، يعني هؤلاء الشباب الذين لديهم مشاريع ولديهم أهداف ولديهم يعني رؤى معينة، هل يعني مسألة المغادرة صارت في صالح هؤلاء المبدعين والشباب والمتميزين، بالتالي يعني يذهبون إلى الخارج ويصنعون أنفسهم ومن ثم يعني يتم الحديث عن مسألة عودتهم وخدمة البلد، أم أن البقاء يعني يعتبر من ضمن الخيارات المفضلة؟ أعتقد أن على المستوى الشخصي بالنسبة لهؤلاء الشباب فإن المغادرة أفضل حل، ولكن هؤلاء الشباب هم يمثلوا 1% من المجتمع اليمني القادر على صناعة تغيير في المجتمع، فإذا رحلنا كلنا من سيقوم بصناعة التغيير؟ نحن نتحدث عن أصحاب مشاريع وأيضا يعني ناس لديهم أهداف ولديهم رؤى ولديهم جوانب علمية متميزة، هذا هو المقصود. يعني لا هي ليست دعوة لعامة الشعب أن يغادر، ولكن نحن نتحدث عن من يحملون مشاريع ولديهم أهداف ولديهم يعني أمور علمية متميزة، يعني ربما قد تكون المغادرة والسفر هي فرصة لتطوير أنفسهم وإثبات جدارة بشكل أفضل. أنا أتفق معك أخي شادي، أكرر وأقول أن المغادرة فعلا على المستوى الشخصي سوف تساعد الشخص أولا على تحقيق أهدافه وتطوير ذاته، وللسفر عدة فوائد، التعرف على الثقافات الأخرى يكسبك مهارات لا تحصى، ممكن أن تنقل المعرفة المتواجدة في الخارج إلى الداخل. أنا أتفق معك تماما، ولكن شادي فيما يتعلق بمشروعك الخاص الذي هو الشركة التي أنشأتها في هولندا يعمل على نعم فيما يتعلق بالمشروع الذي أنجزته في هولندا وهو عبارة عن شركة يعني تقوم بخدمة أو بتقديم خدمة للعجزة من خلال التنسيق مع الجانب الطبي، إلى أي مدى حقق هذا أو هذه الشركة حققت نجاح على مستوى هولندا؟
نحن الحمد لله حصلنا على أول استثمار، وحصلنا على أول شركتين طبية لنا. الشركة الطبية الواحدة تمتلك أكثر من 24 دار عجزة ومستشفى. نخدم حاليا فوق 1000 ممرضة عن طريق المنصة الموقع الإنترنت الخاص بنا وتطبيق النت الخاص بنا. نحن الآن في صدد استلام التمويل الرقم 2 أو التمويل الثاني. أتوقع أن في 5 سنوات هذه الشركة قادرة على تغطية 25% من الاحتياجات الهولندية في قطاع التمريض. نعم، إذن ابقى معي شادي، وأرحب هنا بضيفي من السودان الدكتور يحيى مانع الذي تم تكريمه الأسبوع الماضي في قسم الكيمياء بجامعة علي جارة الإسلامية في الهند خلال المؤتمر العلمي العالمي عن أفضل باحث قدم أوراقا علمية وبحثية للعام 2019. مرحبا بك دكتور يحيى. أهلا وسهلا بكم، أحييكم، أشكر قناتكم التي تهتم بجميع الطلاب والباحثين الدارسين في الخارج، وتدعم الأكاديميين سواء في اختصاصاتهم أو في مجالاتهم العلمية. في البداية أود أن أصحح، طبعا أنا مبتعث في دولة الهند وليس في دولة السودان، في جامعة علي جارة الإسلامية. مجال تخصصي في تحضير وإعداد وتطوير مواد نانوية، تكون هذه المواد مفيدة في 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 مفيدة في المجال البيئي أيضا، وفي المجال الحيوي في تحضير بعض الأدوية بشكل نانوي. نعم، إذا هذه هي أيضا مرتبطة بطبيعة البحث الذي نلت به التكريم مؤخرا. نعم، هذه طبعا الأبحاث العلمية المقدمة لدولة الهند تعتمد في الأساس على الاهتمام بالمجال البيئي المياه النظيفة، وكذلك الاهتمام بتطوير مواد بديلة في المجال الحيوي. نحن نعمل على تطوير الأدوية من المجال الميكروي إلى المجال النانوي. طبعا المادة في الخصائص النانوية تختلف تماما عن المادة في الخصائص الميكروية، ولذلك يكون لها تأثير استخدام الدواء بشكل مقنن جدا جدا، بحيث تكون تأثير الدواء بشكل كبير وفعال جدا. نحن حاولنا أن نصل إلى تقنية بحيث أن نحصل إلى نقاوة للمياه بشكل 100% بالنسبة لنقاوة المياه. هذه الأبحاث يمكن أن تكون باكورة أبحاث لتطوير مشاريع واعدة جدا، سواء في المجال العالمي أو على الصعيد الهندي، أو كذلك في خدمة اللي هو شعبنا اليمني، في خدمة بلدنا الذي يعاني كثيرا من جميل. طيب إلى أي مدى تجدون الدعم من يعني في دولة الهند لكم أنتم كطلاب باحثين و يعني متميزين، لو يعني وصفناها بدقة، إلى أي مدى تجدون الدعم في هذا البلد؟ بصراحة الحكومة الهندية تدعم التعليم بشكل كبير، ولكن لديهم هناك منظمات خاصة لدعم الباحثين. يمكنك من خلال هذه المنظمات أن تقدم لهم مشروعك البحثي وتتحصل على الدعم الكافي لمشروعك البحثي. نحن الآن لم نتلقى أي دعم بحثي إلا من خلال جامعتنا العلمية التي تدعم البحث من حيث توفير الأجهزة، توفير المواد، توفير جميع المتطلبات البحثية للطالب. بس الذي نتلقى الآن الدعم حاليا فقط المنحة المالية التي نتلقاها من حكومتنا، وهي طبعا معروفة المنحة المالية طبعا لا تكاد تكفي، ولكن نحاول أننا نرتب أوضاعنا في حدود الدعم المتوفر لدينا. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر دكتور يحيى مانع، كنت معنا من الهند. وأذهب لي ضيفي من روسيا المهندس محمد علي المزيقر. يعني لو تحدثنا هنا باشمهندس على التحديات التي تواجهكم أنتم كطلاب وباحثين متميزين في روسيا.
التحديات التي تواجه الطلاب من أهمها اللغة، لكن اللغة الطالب الأجنبي اللي يقعد يعني على يذاكر ويطور نفسه ويهتم باللغة العلمية سوف يتجاوز الصعوبة هذه وتصبح يعني من ضمن السهولات. التحدي الثاني ما تكلم أخي مسألة الدعم المالي أو المنحة المالية. لدينا بعض من أبحاثنا مولة كطلاب أجانب، بس أنا كطالب دكتوراه متميز وكباحث يمني لم أحصل إلى الآن على الاستمرارية أو المساعدة المالية. ثالثا مسألة الطقس أو الجو، يعني مسألة البرد والطقوس الوعرة التي تؤثر على صحة الطالب واهتماماته كعامل أساسي من ناحية تكييف الطالب في بلد الابتعاث. نعم، طيب إلى أي مدى يمكن القول أن البشمهندس محمد يمثل الشاب اليمني المكافح لتحقيق طموحاته متحديا كل الظروف؟ تخرجت من الماجستير، وطبعا مثل ما حكيت سابقا فزت ببرنامج الخاص بالطلاب الأجانب بنفسي بدون أي دعم خارجي أو دعم من الحكومة اليمنية أو دعم من الأهل. التحقت بالدكتوراه، قدمنا أبحاث مولة ولدينا بحث مشترك مع أكاديمية العلوم الروسية بموسكو معهد الكريستال لتطوير نظريات جديدة في عملية تنظيم الجزيئات النانو والميكرو. أيضا لدينا بحث مول آخر مع جامعات روسية أخرى، بس زي هاي الأمور ما تروح البحوثات هذه على معاش أو خاص لطالب الدكتوراه، تروح على أجهزة أو معدات أو مواد للتجارب. لذلك ما زلنا نحتاج وبكل شدة للاستمرارية بحيث نكمل مرحلتنا التعليمية. جميل، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المهندس محمد علي المزيقر، يعني طالب وباحث يمني متميز في روسيا. شكرا جزيل الشكر. أعود لضيفي رائد الأعمال شادي الحكيمي من هولندا. شادي، يعني إذا ما تحدثنا عن التحديات التي تواجهك، يعني ما هي أهم التحديات التي تواجه شادي الحكيمي؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد شادي الحكيمي رائد الأعمال، كان معنا من هولندا، وبالتالي يعني داهمنا الوقت، وصلنا إلى نهاية وقت هذه الحلقة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.